حدثنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وساله الناس وما بيني وبينه احد باي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمه تغسل عن وجهه الدم فاخذ حصير فاحرق فحشي به جرحه